شغال بره، فجبته في الدكان معايا وجابوا لنا موتور للمكنه وجابوا لنا فريزر، ما ادوناش فلوس في ايدينا برضه. بس والحمد لله بقى عرفنا نسدي منه برضه. اه والمعاش بتاعي قليل، وبعدين عملنا كتار لما سمعنا عنه وربنا كرمنا. ده كان المحل بتاعه؟ اه كان بتاع جوز، بس كان مكسر وكان كده عمل عدمناه يعني واشتغل فيه. اخدت الكارد دوت بتاع ماسوره من بنك ناصر، اتفضل الاستاذه فردوس، نزلت معايا هي ومندوب من البنك وجبنا البضاعه كلها. دي معايا اربعه وفي واحده متجوزه ماشي، وعندي بنات في ثانوي وفي خلصت جامعه وفي عندي طفل صغير في ثالثه ابتدائي، وزوجي عنده فشل كلوي وبيغسل كلى ومريض قلب وكلى مع بعض. انا بنزل مثلا ايه يعني بكبيري او لو اتاخرت 10 انا بنزل قبل كده، وبخلص كده على الساعه 1 بالليل، عشان فتره بالليل دي تبقى في البمبز، يعني في فتره البمبز دي بتبتدي من بالليل، خصوصا ان ايه في الشتاء البيع بيبتدي في البمبز من بالليل الصبح زي كده، صابون والادوات النظافه وكده، وبالليل ببتدي بقى فتره البمبز دي، فبقفل على الساعه 1 1:30. انا كنت الاول بشتري بضاعه بتاع بقسطها، دلوقتي الحمد لله بشتري انا وبصنع. كنت الاول بشتري برده جاهز، حاجات جاهزه وصابون جاهز وكده، دلوقتي انا اللي بصنع. صنعت ازاي بقى؟ بصنع خامات، يعني بجيب خامات من اسمها ايه دي، باب الشعريه، بنزل باب الشعريه اجيب خامات وانا اصنعها، بقى يوفر معايا اكتر ما اجيبه جاهز من التاجر. مثلا في تاجر جنبي هنا بيعمل وبيديني، ما بقتش اجيب منه، بجيب الخامات وبدربها على بعض، باخد ورقه بطريقه العمل وبعملها الحمد لله. معايا 3 اولاد، بنتي الكبيره في ثانوي ومعايا في اعدادي ومعايا في ابتدائي. زوجي ارزقي شغال في ورشه سروجي، الحمد لله وفضل ربنا يعني ان البنك وقف جنبنا في موضوع المشاريع ديت. احنا كنا طالبين مساعدات بصراحه، فقالوا لنا لا، طب وايه اللي يخليكم تاخدوا مساعدات، احنا ممكن نعمل لكم ونقف جنبكم نساعدكم تعملوا مشاريع والكلام دوت. فالحمد لله بفضل ربنا انا دلوقتي بقالي سنه ونص واخده القرض، قدرت بفضل الله ان انا ادخل بنتي اللي هي الكبيره دلوقتي في خاصه، مدرسه خاصه سياحه وفنادق، كنتش اقدر على كده بصراحه ما اكذبش عليكي. ظروف المعيشه طبعا صعبه، فانا اتجهت ان انا اقف يعني على رجلي من خلال المشروع، يعني بدل ما الواحد بيتجه ان هو ينزل يشتغل في حته تانية كده، فالحمد لله من الفضل يرجع لربنا الاول ومن بعد ربنا ليكم. ببيع زي ما انتوا شايفه كده، عندي كل حاجه الحمد لله، عندي ملابس، عندي احذيه، اكسسوارات، عندي برفانات، في مكياجات. فرق كتير في على الاقل في المعيشه، في دخل دلوقتي بقى يدخل، قدرت ان حتى من خلاله كمان دلوقتي بدفع قسط البنك، دخله جمعيه، ولادي دلوقتي كنت شويه في موضوع الدروس دوت كان بيفرق معايا ان انا ما كنتش قادره ادخل دروس اصلا، دلوقتي الحمد لله بنتي بدخلها بتروح دروس ايطالي فرنساوي، كل المواضيع دي بتفرق، لو ما فيش ماده مش هقدر ان انا اتحرك الحركه دي.